دابا شي 4 شهور هادي نتسناو الجواب، ما كاين لا جواب لا والو. دونك هاد الشراكه ديالنا واش ما تخداتش بعين الاعتبار؟ لان يعني الله تبارك وتعالى كيستجيب مع العبد ديالو. باش انت كرئيس مجلس او انتم كناس ديال التسيير كمنتخبين كنعطيكش مشروع ديال الشراكه ما كتجاوبنيش عليه، فهمتيني؟ الوقفه اللي وقفنا اليوم على اساس واحد البيان نفرقوه على الناس باش يعرفوا حتى المعاناه ديالنا، فهمتيني؟ بكل احنا فرحانين الناس تعرف المعاناه ديالنا، فهمتيني؟ بالنسبه للشراكه علاش عطينا هذا المشروع ومشينا، وكانت كانوا عطاونا واحد الوعود بان فعلا غدير هذه الشراكه وغنديروا غنديروا غنديروا. مشينا حنا شرينا هذه الجيليات وشرينا البادجات هذه 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 الى اخره، باش هادو هما اللي نخدموا بهم مدينه جديده. ولبنا درنا واحد اللبسه شي شويه ربما انا راه لابسها، وكاين الجاكيت ديالها فهمتيني، فيها لوغو ديال الجمعيه فهمتيني. المهم كنا كجمعيه بغينا نساهموا في الجماليه ديال البلاد، لان ملي كتخرج بجيلي هذه هذه البلاد دابا مواطن كيجي ليه غارديان، ما يقدر يجي سكران، يقدر يجي فهمتيني. ولكن هاد الناس كلها كتحسب علينا حنا، ديما كيقول لك هاد الجمعيه هاد الجمعيه الجمعيه، وسول واش هذاك السيد معايا ولا ما معاياش، لان كاينه واحد الاستماره ديال المنخرط، عطيني الكتاب فهمتيني. كاينه واحد الاستماره ديال المنخرط، اي اخ معنا الا كيكون في الكتاب واحد التصويره ديالو، نقطه العمل فين كاين، وهادي 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 وهادي. ما علينا، هاد 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 الاستماره ديال المنخرط منخرطين سكانيناها وراه في لابي جي، فهمتيني. اي واحد عند الناس ديال الامن بان راه كاينه تصويرته، كاينه فهمتيني نقطه العمل ديالو، نقطة العمل فين كيتواجد، الحالة العائلية، فهمتيني. المهم هادشي اللي درناه، ربما هاد الشركات كلها اللي دازوا، هذيك لائحة العمال اللي كيسلموا الجماعة فينا هي؟ حنا ما عندناش دابا الصفة، حنا كيقول لك شكونك أنت؟ شكونك أنت؟ لأن ما عندكش حق كاع تبقى في باركين، ما عنديش حق نبقى في باركين، الباركينات ما تكراوش، القانون كيقول لي ما عنديش حق، ولكن الواقع ديالي فين غنمشي؟ لا حيدوا الغارديان، لا ما خصكمش تبقاو كاع واقفين ازدي في المحطة، لا ما تبقاش واقف. ولكن الغارديان راه جانب أمني، راه كيأمن، مالو كيشفر. راه كنجيو الباركين حدا حسبان كنلقاو الغارديان شاد 30 كونتاك. كتجي دريه ما عارفاش تدخل طنوبيله، اولا واحد السيد اولا هادي جاي زربان هادي هادي، كيخلي الحارس السيارات، كيخلي لي الطنوبيله خدامه وكلشي، وكيدخلها الحارس السيارات، وكيبقى عنده الكونتاك حتى كيجي وكيعاود يخرج ثاني الغارديان ديك الطنوبيله، وكينزل من الطنوبيله وكيسلم السيد السياره ديالو. واش هاد الخدمه اللي قام بها هاد الحارس كتمنعو ياخذ واحد المساهمه من عندك السيد؟ راه هذوك الناس راه عارفين الباركين ما مكريش، ولكن الواقع ديال هذوك الناس راه كاين اللي ضارب 30 عام تما، كاين اللي ضارب 20 عام تما، بغيتيه يمشي. هيا كاين الدخول المدرسي باش غيقري ولادو، هيا كاين المناسبة ديال العيد الكبير واش ما يعيطش؟ راه إلا كنا كنساهموا وبغينا نساهموا على بناء مغرب جديد، راه هاد الكارديان راه كاين، ماشي نكروه، راه تا هو كيساهم في التوازن ديال الكرة الأرضية، فهمتيني؟ هذا هو اللي كاين. الوعود كانوا كيدخلونا للدوره، وكانوا ديك الساعه معترف بينا ملي كانوا هما في المعارضه، كانوا لا هادي دخلونا للدوره وبداو يتجابدوا قدامنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. دابا عاد عرفنا بان كانت السياسه هذيك، ولكن راه حرام دير عليا انا السياسه، انا واحد الحاله اجتماعيه، علاش غدير بيا السياسه؟ انا الا كانت المطالب ديالي شي حاجه غريبه غتواجهني بها ديريكت، لانك انت كمناضل كمنتخب تواجهني. انتوما الناس ديال الجمعيه هادي هادي راه المطالب ديالكم شي حاجه غريبه. انا ما نكذبش عليك، حنا كانوا كيعيطوا لنا ناس ديال حزب العداله والتنميه اللي هما متواجدين دابا، هي هما شي كنكر، هو كاين الفيديو كنكراش، وقفنا معاهم حنا والشركه ديال الازامه ديال الطوبيسات. ولكن دابا هاد الناس ما بقاوش كيبركوا معانا كاع. تصور رئيس مجلس البلدي قالت لنا الكاتبه دخلوا لديك القاعه ديال الاجتماعات راه غادي يستقبلكم الرئيس، بقينا باركين. واحد الوقيته كنتفاجئ كيدخل الكاتب العام ديال الجماعه كيقول لك فين كتسناو، كيقول لي الرئيس،
تقول الرئيس راه قريب يوصل للدار راه مشى خرج. واش هذا الحضور ديالنا احنا ما تخداش بعين الاعتبار؟ ما بالك انت سيدنا وكيمشي هذا الشعب بحال كيسلم عليه. اعلى سلطه في البلاد الله ينصرو كيمشي هذا الناس وكيسلم عليه. رئيس مجلس بلدي كتجي عنده داير ليه يدك ها وحق الله العلي العظيم انت كيضرب عليها بعدا كيداير اليد. حشومه فهمتيني؟ راه الله تبارك وتعالى كيستجمع العبد ديالو. انا مازال كنقولها الا كانت هذه الشراكه ممنوعه راسني واعطيني الاسباب ديال الرفض. باش انا البارح راه قلت للاخوان قلت لهم بان راني درنا واحد الشراكه عطينا للمجلس وهذه وهذه وكنتسناه وهذه وهذه وهذه. ناضوا بعض الاعضاء اللي كيقولوا واش شوقي مهم هاد الناس كيقول لهم غنشد لي باركين كيدير هذه هذه. شوف حنا ما دار دمنا جمعيه واش ماشي من حقنا نحلموا؟ حنا راه عندنا طموح نحلموا بان نشدوا لي باركين ننظموا ونديروا 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 حق الله العلي العظيم الا شي باركينات غنمشي لك انا المارشي سونترال اللي كنسميوه بمارشي دنصارى. كاينين واحد الاخوان تما هما ما تابعينش لينا سكرانين صباح وعشيه ولكن ما عندك الصلاحيه باش تحيديه ولا تدخل فيه. وديما ديما الكارديان كيتضرب بحالك. ملي كنجي حنا ديك الوقفه اللي وقفنا وقفنا بوليداتنا وامتنعناهم على الدراسه. وعرفتي ملي كتمتنع ولدك على الدراسه راه كتخدع الشعب. امتنعنا ولادنا على الدراسه وجنا الزوجات ديالنا. علاش جنا هادشي؟ باش نبينوا لهم فعلا راه حنا عائلات. راه ماشي شماكريه ولا هادي ولا راه حنا عائلات راه عندنا اسر. هذا هو الدور ديالنا حنا كجمعيه بالنسبه لمرض شي اخ ولا شي حاجه كنديروا واحد المساهمات بيناتنا. فهمتيني؟ ندير واحد المساهمات بيناتنا دواء ولا كنديو وكنديروا ليه وريقه كل كنيتو سميتو ها اللي عطاه وها اللي عطاك وشحال عطاك وشحال عطاك وشحال عطاك. كتبقى عنده ديك الوريقه لا مرض لاخر تا هو هكاك فهمتيني. واحد السيد بارك في باركين وحق الله العلي العظيم توفى في باركين وكانت كاريه ليه من الشركه. دابا مرشو حنا اللي كنقوموا بواحد المساهمه من الاسبوع لاسبوع كنعطيوها باش تكبر هذوك الوليدات. واحد السيد اخر تا هو كان امين المال ديال الجمعيه تا هو واقف في باركين ضرباتو الشمس تكون لي شي ميكروب وهادي توفى الله يرحمه. تا هو كان نتعاونوا مع مرتو. هادشي راه ماشي لي باركين ما مكريش ولا هادشي. واخا كيكون الباركين مكري واخا كنكون انا كنعاني ولكن ما كندوش صاحبي الله يرحمه فهمتيني. كنبقى وليداتو هادي هادي هذا هو الدور ديال الجمعيه حنا عارفين فهمتيني. ولكن المشكله شوف حنا المساهمه نديروها دابا حاليا مع الاخوان لان حنا تعرفنا على بعضياتنا ولينا صحاب ولينا هادي ولينا هادي ولينا هادي فهمتيني. عرفنا المشاكل ديال بعضياتنا عرفنا وليدات هذا يعرف ولادي انا نعرف ولادو وهذه هذه. المهم هذا راه اللهم لك الحمد فهمتيني فهمتيني اللهم لك الحمد. هذا هو الحوايج اللي بغينا نوصلوا بلا السياسه والحقارة والكاسه والحسنة والكاسة وحنا الجمعيه لانني انا اصلا غارديان وهي تعطي بلي غارديان ديال الناس ديال الجريده اللي اصلا هما يعني كارين الباركينغات اصلا ديجا كانوا كارين الباركينغات. وكاين خروقات كثيره بالنسبه للمجلس البلدي ما عندوش رقابه على هذا القطاع هذا مهمش جدا. الهدف ديالو مادي بالنسبه للبلديه والناس المسيئه مادي 100% ما تيعتبروش اعتبارات الانسانيه والاعتبارات الاجتماعيه. وعلى هذا القطاع اصلا تساهم في التقليل من ظاهره البطاله. يعني انا راه موجز لا ليسونس دروا فرونسي ولكن ما لقيتش جميع ابواب مسدوده. طرقت هذا الباب ولقيت فيه لقمه العيش دخلت ليه. انتميت لهذه الجمعيه كحمايه النفسي وكمساعده الناس دي اصدقاء ديالي نساعدوا بعضياتنا نعزروا بعضياتنا نفس الهموم مشتركه لا ليا ولا الاخوان. وتدافع على الحقوق ديالنا وتنحاول اننا تنطمحوا نحققوا اهداف كثيره من ضمنها التغطيه الصحيه من ضمنها لاسينيسيس لاكي سوسيال. لان الانسان هذا القطاع هذا شحال من واحد تيخدم سنين عديده وفي الاواخر ديال السنين ديالو تيضيع لا هو ولا الابناء ديالو. ما كاينش تغطيه صحيه ما كاينش لاكي سوسيال كيف اي انسان اي عامل الا تكون عنده هذه المسائل هذه. حنا راه في دوله مغربيه حنا راه مغاربه يعني واش كاين شي شعوب في هاد البلاد ولا شنو زعما ما فهمتش علاش التهميش. كاين الناس مسؤولين خصهم يتحركوا. دابا الجمعيه يعني بالتعاون مع الافراد ديالها
باش يوصل الصوت ديالنا. اما انسان واحد ما يقدرش يوصل الصوت ديالو. تقريبا راه الجمعيه فيها واحد 300 ولا 400 ديال المنخرطين، كل 300 و 400 وراهم عائلات، يعني راه واحد 1000 ولا 2000 ديال من ساكنه الجديده. يعني راه شعب، راه ماشي فرد او جوج الافراد. وهي عندها اهداف ساميه، عندها حمايه المواطنين الممتلكات ديالهم، عندها اهداف ساميه، ماشي يعني حنا ما تنتعاملوا بواحد المعامله محتقره. يقدر يوقف لك انسان عنده سياره يكون هو اصلا هو بائع مخدرات، وانت انسان مثقف ولد عائله واضطراتك الحياه والظروف انك تخدم في هذه المهنه هذه شريفه، ولكن كاين ميزه عنصري فيها، انه مجرد انك غارديان راك انسان غبي، انسان غير مثقف، انسان يعني جاي من بيئه عشوائيه، بيئه غير حضاريه، ولا العكس صحيح. جميع الاشياء، جميع القطاعات فيها الصالح والفالح، فيها الطالح والفالح. يعني 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 اي قطاع، يعني اي قطاع كما كان النوع ديالو، راه الانسان تيختارو، مادام انه تيختارو الا تيلقى فيه الراحه ديالو. وحنا شنو غنمشيو نديرو الا حيدنا حنا من هاد المهنه هادي؟ شنو غنمشيو نديرو؟ نمشيو لقدام برلمان، نضارو للبطاله ولا شنو زعما؟ شنو؟ نمشيو ناكلو العصا تما ولا شنو؟